رفع اسم مصر عاليا وعرف سر تفتت الذرة، عالم لم يتكرر في تاريخ العرب، أبدع في الرياضيات والفيزياء، ورفض استخدام اكتشافاته في صناعة الأسلحة. وضعته الحكومة البريطانية رفقة نيوتن، وشبهه البعض بأينشتاين. علي مصطفى مشرفة، أينشتاين العرب. من مدينة دمياط البسيطة خرج مشرفة للعالم، حيث ولد في 11 من يوليو عام 1898، ليعيش في كنف والديه اللذان كانا من المتأثرين بأفكار رواد النهضة العربية، من عكس بشكل كبير على تربية مصطفى، إذ تربى على القيم العربية والدينية مع الإيمان بالعلم وتطوره. تميز أينشتاين العرب لم يكن في الكبر، فهو بسن صغير تميز في دراسته الابتدائية وحاز على الترتيب الأول على مستوى مصر كلها. ولطفرة ذكائه كان أصغر طالب يتخرج من الثانوية، وذلك وهو بعمر 16 فقط، ليلتحق بدار المعلمين بالقاهرة الذي تخرج منها عام 1917، وتفوق حينها في الرياضيات بشكل خاص، لتقرر وزارة التعليم المصرية إرساله إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، فاتجه إلى جامعة نوتنغهام ليحصل منها على درجة الإجازة، ثم وفرت له الجامعة ذاتها منحة ثانية، فحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كينغ في لندن. وفي عام 1924 حصل مشرفة على درجة الدكتوراه في العلوم، وبات أول مصري يحصل على تلك المرتبة، ليعود إلى مصر حاملا معه الدكتوراه، وعين في البداية كأستاذ مساعد بجامعة القاهرة، ثم حصل من البرلمان المصري على ترقية لمرتبة أستاذ وهو لم يتجاوز سن 30، وبات أول شخص مصري يشغل منصب أستاذ الرياضيات التطبيقية في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وبحلول عام 1936 بات عميدا لها حتى توفي عام 1950. سيرة المشرفة لم تقتصر على التعليم، فقد ساهم بشكل كبير في البحوث العلمية بمجال الفيزياء النظرية والنظرية الكمية، ففي أطروحة الدكتوراه الخاصة به تناول مصطفى دراسة لمعادلات ماكسويل في الكهرومغناطيسية ونظرية النسبية الخاصة لأينشتاين. وتقول بعض المصادر أنه راسل أينشتاين في تلك الفترة، ما يجعله مشاركا في بحوث العالم الألماني، ونشر خلال حياته 25 ورقة بحثية علمية تناولت مجالات مختلفة في الفيزياء وعلاقة الإشعاع بالمادة. ونظريته هذه كانت سبباً كبيراً في شهرته، إذ وضح فيها أن المادة في أصلها إشعاع، ويمكن اعتبار الإشعاع والمادة صورتين لشيء واحد تتحول إحداهما للأخرى. يضاف لها 12 كتاباً علمياً تناول فيها مواضيع النظرية النسبية والرياضيات، وكان من أشهرها كتاب الميكانيكا العلمية والنظرية. ودارت بعض أبحاث مشرفة حول إيجاد مقياس للفراغ، حيث كانت هندسة الفراغ المبنية على نظرية ألبرت أينشتاين تتعرض فقط لحركة الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية، كما يعتبر من القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة ومن الرافضين لاستخدامها في الحرب. وكان أول من أضاف فكرة أن الهيدروجين يمكن أن تصنع منه القنبلة الهيدروجينية. ولم يكتف مشرفة بالعلم والأدب فقط، حيث اهتم بالموسيقى بشكل كبير، وكان عازف كمان محترف، كما أسس جمعية هواة الموسيقى لترجمة الأوبرات الأجنبية إلى العربية. حصد مشرفة العديد من التكريمات في حياته، منها حصوله على تكريم الباشاوية من الملك فاروق. ولا يزال حتى اليوم يرتبط اسمه بمنحة علمية مرموقة، هي منحة نيوتن مشرفة، الناتجة عن مشروع علمي مشترك بين مصر وبريطانيا. رحل مشرفة عن العالم في عام 1950 بعد مسيرة خالدة، ونعاه العالم الألماني ألبرت أينشتاين قائلا: لا أصدق أن مشرفة قد مات، إنه ما زال حيا بيننا من خلال أبحاثه. ولا تزال تروى تفاصيل حياته حتى اليوم كعالم مصري رفع اسم بلاده عاليا من مدينة دمياط إلى العالم كله.